فتاة متزوجة منذ فترة قليلة، وكانت تحب زوجها وتوقظه لصلاة الفجر. وفي يوم من الأيام أوقظته فتأخر قليلاً حتى فاتته الجماعة الأولى، فصلى مع الجماعة الثانية. فلما انتهى من صلاته جاء إليه الإمام وقال له: أنت زوج فلانة؟ فصدم الرجل وقال له: وما أدراك باسم زوجتي؟ فقال الإمام: والله لقد رأيت اليوم في منامي كل أهل صلاة الفجر في الجماعة الأولى في الجنة، ومعهم امرأة واحدة، فسألت عنها فقالوا لي: فلانة زوجة فلان. فرجع الرجل إلى بيته ليبشر زوجته، فلما دخل البيت رأى زوجته ساجدة وقد فاضت روحها إلى بارئها. يعتقد النائم عن صلاة الفجر أنه سيأخذ القدر الكافي من الراحة، وما علم المسكين بقدر راحة تلك القلوب التي فازت بالوقوف لدقائق بين يدي علام الغيوب. إذا كنت تنام متى ما شئت وتقوم متى ما شئت دون أي مراعاة للصلاة في وقتها، فستبقى والله في دائرة الأحزان ما دامت الصلاة ليست في دائرة اهتمامك. والله إنها الراحة والخير في الدنيا والآخرة.